كلما فكرت بكل الميزات والمتحكمات في واجهة الفوتوشوب أدهش كم أنها سهلة الاستخدام، فهي مكونة من مجموعة من العناصر. ففي اليسار يوجد صندوق الأدوات الذي يحتوي الأدوات المستخدمة في تعديل الصور، وفوقه يوجد شريط خيارات الأدوات هنا الذي يحتوي خيارات كل أداة تختارها حاليا. وفي اليمين يوجد هناك عدة جداول لوحات تحتوي على أوامر للتعامل مع الصور، وفي أعلى الشاشة شريط قوائم بقوائم منسدلة تحتوي على أوامر، والتي ستجد العديد منها متكرر في اللوحات. هنا بعض العناصر الجديدة في الواجهة التي تميز واجهة الفوتوشوب عن غيره من تطبيقات أدوبي. إحداها هو شريط البرنامج، ففي الويندوز هذا الشريط مدمج مع شريط القوائم، بينما في الماك فهو منفصل ويمكنك رؤيته هنا ويحمل شعار الفوتوشوب. يحوي هذا الشريط المتحكمات الأكثر استخداما مثل أداة اليد والزوم اللتين سأتكلم عنهما فيما بعد، وأداة تدوير العرض الجديدة، وقائمة ترتيب المستند التي تحتوي أكثر من طريقة عرض لعرض المستندات المتعددة المفتوحة في نفس الوقت، ومبدل لعرض المستندات المفتوحة في أنماط شاشة مختلفة. وسأتحدث عن هذه الإضافات في دروس قادمة، ولكن أريد لفت الانتباه إلى إحداها في شريط البرنامج، وهي قائمة العرض الإضافية وعناصرها ليست جديدة لكنها واضحة الآن أكثر، فلست مضطرا للغوص في القوائم لتفعيل المسطرة والدلائل والشبكة. فمثلا يمكنني تفعيل المسطرة باختيار رولرز هنا، وواحدة القياس الافتراضية هي الانش، ولكن إن كنت تعمل على مستند ويب فقد تفضل استخدام البكسل. في الويندوز اضغط بالزر اليميني على المسطرة لاختيار البكسل بدل الانش. سأترك القياس عندي بالانش وسأعود إلى قائمة العرض الإضافية لإخفاء المسطرة. العنصر الجديد الآخر هو إطار البرنامج، ففي الويندوز هو مفعل ولكن في الماك هو غير مفعل بشكل افتراضي. سأقوم بتفعيل شريط البرنامج على الماك بالذهاب لقائمة ويندو ومن ثم اختيار Application Frame. عندما أقوم بذلك فإن نافذة المستند المفتوح تتوضع في إطار البرنامج ويملأ إطار البرنامج خلفية البرنامج، فهو يبقي جميع عناصر الواجهة معا لتتمكن من تحريكهم كعنصر واحد. ومع تفعيل إطار البرنامج أستطيع تحريك كل شيء سوية بالضغط على شريط العنوان للإطار وتحريكه كما ترى هكذا، كما يمكنني تغيير حجم كامل الإطار من أي من الجوانب. فمثلا إذا انتقلت إلى الجانب اليميني هنا وأمسكت الزاوية اليمينية العليا من الإطار يتغير شكل المؤشر إلى مؤشر مزدوج الاتجاه، فيمكنني الضغط والسحب لتغيير حجم الإطار، حيث يمكنك رؤية كيفية القيام بتغيير الحجم إلى الحجم الذي أريد. في الماك إذا أردت تعطيل إطار البرنامج يمكنني العودة إلى قائمة ويندو وإلغاء تفعيل Application Frame، والآن نافذة المستند عادت لتصبح نافذة منفصلة حرة الحركة كما في النسخ السابقة من الفوتوشوب، حيث تستخدم نافذة المستند لعرض المستند المفتوح كما تعرض معلومات مفيدة عن الملف. فمثلا هنا لدي اسم الملف ونسبة التكبير ونظام الألوان، وفي هذا المستند يكون نظام الألوان RGB أي أنه أحمر أخضر أزرق، بالإضافة إلى العمق اللوني. ومعنى العمق اللوني هو كمية معلومات اللون في كل محطة لونية للملف. هناك أيضا معلومات مفيدة في أسفل كل نافذة مستند في الأسفل هنا. إذا ضغطت على السهم في أسفل نافذة المستند وانتقلت إلى شو سترى هذه اللائحة من المعلومات الخاصة بالمستند. فمثلا من هنا يمكنني اختيار أبعاد المستند، وهذا يغير المعلومات المعروضة هنا في أسفل النافذة. هذه هي واجهة الفوتوشوب باختصار، وكما ترى إن التغيير الأكبر هو في شريط البرنامج وإطار البرنامج الذي يجعل واجهة الفوتوشوب مشابهة لتطبيقات أدوبي الأخرى. في الماضي كلما قمت بفتح مستند فإنه يفتح في نافذة منفصلة حرة الحركة كالنافذة التي تراها هنا للصورة b.jpg، ولكن أحيانا تتعامل مع العديد من النوافذ المفتوحة فتختفي وراء بعضها البعض، فتعمل الفوضى في مساحة العمل لديك بسرعة. وفي CS4 يوجد حل لذلك،
من خلال الميزة الجديدة المسمى Tab Document. ففي CS4 عندما تفتح مستند كما سأقوم الآن من خلال الذهاب إلى File ثم Open Recent ومن ثم اختيار مستند مفتوح مسبقا وهو الصورة flowers.jpg، فإن النافذة لا تظهر بشكل حر منفصل، وبدل ذلك فإنها تندمج مع بقية المستندات المفتوحة في نافذة مستند واحدة. وسأفتح مستند آخر بنفس الطريقة من خلال File Open Recent واختيار pool.jpg، وسترى الصور الثلاث في نفس النافذة والتنقل بينها. يمكنك الضغط على الشريط الخاص بكل صورة أو يمكنني استخدام اختصار لوحة المفاتيح بالضغط على زر Control ثم الضغط على زر Tab في يسار لوحة المفاتيح للتنقل بين الصور. كما يمكنني استخدام Shift زائد Control زائد Tab للتنقل بالاتجاه المعاكس. ربما تتفاجأ في البدء بترتيب التنقل عبر الصور، حيث لا تظهر بنفس الترتيب الذي تراه هنا في نافذة الصورة ولكن بترتيب فتح الصور. فمثلا سأقوم بتحريك صورة شريط الصورة b.jpg وسأضعها بين الصورتين pool.jpg وflower.jpg في النافذة هنا، والقيام بذلك سأضغط وأسحب شريط الصورة إلى اليمين. الآن إذا استخدمت اختصار التنقل بين الصور Ctrl زائد Tab سوف تلاحظ أن ترتيب التنقل لم يتأثر بالترتيب الجديد ضمن النافذة ولكن بترتيب فتح الصور. إذا أردت إزالة إحدى هذه الصور من النافذة هنالك طريقتين. الأولى حيث يمكنك سحب الصورة للخارج وتركها لتصبح حرة في نافذتها الخاصة، أو مع اختيار شريط الصورة في النافذة المشتركة يمكن الذهاب إلى قائمة Window ثم Arrange ثم Float in Window لتحرير الصورة المختارة، أو اختيار Float All in Windows لتحرير كل الصور. سأقوم بذلك، والآن الصور الثلاث حرة في نوافذها. يمكنك تحريك أي منها ويمكنك رؤية ذلك ولإعادتهم إلى نافذة واحدة. سأقوم باختيار Window Arrange Consolidate All to Tabs. هناك شيء آخر يجب الاهتمام به، وهو إذا أبعدت شريط إحدى الصور عن الآخرين ليصبح حرا عليك أن تكون حذرا قليلا لكي لا تعود إلى النافذة المشتركة من جديد، لأن إذا سحبت الصورة من شريط العنوان واقتربت من النافذة المشتركة سترى أنها تحاول استعادة الصورة إلى مكانها السابق كما ترى. دعني الآن أسحب الصورة للخارج مجددا لأريك كيفية تفادي ذلك. فإذا كنت تنوي تحريك النافذة الحرة بالقرب من النافذة المشتركة اضغط واستمر بالضغط على زر Control، وعندها قم بسحب الصورة، وطالما أنت تضغط على زر Control فلن تعود إلى النافذة المشتركة. إذا لم يعجبك هذا الترتيب الجديد للصور يمكنك إلغاء تفعيله من التفضيلات. يختلف الأمر في الماك عن الويندوز، ففي الويندوز يمكنك الوصول إلى التفضيلات من خلال قائمة Edit في أعلى الشاشة، أي أنني سأختار Edit Preferences Interface، وهذان هما الخياران اللذان سأعطلهما إذا لم أريد أي مما سبق، وهما Open Documents as Tabs، Enable Floating Document Window Docking. سأتركهم مفعلين الآن على كل حال وأضغط OK وأعيد الصورة pool.jpg إلى النافذة المشتركة لأريك ميزة أخرى جديدة، وهي القدرة على عرض الصور المتعددة في ترتيب إخراج منفصل. سأتوجه إلى شريط البرنامج في أعلى الشاشة وسأضغط على قائمة ترتيب المستند الجديدة، حيث نرى مجموعة من الأيقونات التي تمثل إخراجات عرض مختلفة للصور المتعددة المفتوحة. لنجرب بعضها. عندما أضغط على واحدة ستترتب الصور بالترتيب العمودي. نجرب شيئا آخر ولنرى كيف تترتب الصور المتعددة، وهذا شيء مفيد عندما يكون لديك عدد من الصور المفتوحة وتريد مقارنة الصور مع بعضها أو نقل طبقة من صورة إلى أخرى. عندما تقوم بإنشاء تركيبة معينة كما ستتعلم لاحقا في هذا الدرس، والعودة إلى النافذة المشتركة من أي من إخراجات العرض السابقة، عد إلى قائمة ترتيب المستند واضغط على أول أيقونة وهي Consolidate All. الآن كيف ستقوم بإغلاق صورة ضمن النافذة المشتركة؟ لاحظ وجود X لكل صورة والضغط عليه سيتم إغلاق الصورة. أما إذا كنت تريد إغلاق كل الصور توجه إلى قائمة
File ثم اختيار Close All. إن هذه الميزة الجديدة تساعدك في ترتيب سطح المكتب، لذلك قم باستخدام إخراجات العرض عندما تتعامل مع أكثر من صورة في الفوتوشوب CS4. إن أدوات الفوتوشوب هي من أساسياته الأكثر أهمية. تتوضع الأدوات في مربع الأدوات وهو عمود على يسار الشاشة. وإذا كنت تفضل مربع أدوات مزدوج، قم بالضغط على السهم المزدوج في الأعلى وسيصبح لديك مربع أدوات بعمودين اثنين. سأعود الآن إلى العمود الأول لأنه يعطيني مساحة أكبر لنافذات المستندات. أول شيء يجب أن نعرفه عن الأدوات أنه ليس جميع الأدوات واضحة ويتسع لها مربع الأدوات، لذا فإن أدوبي أخفت بعض الأدوات خلف بعضها. فإذا وجدت أداة لها سهم مثل الموجود هنا، اضغط على الأداة فتظهر لديك نافذة فرعية تعطيك الأدوات المشابهة المخفية، ولاختيار إحداها انقل الماوس إليها في النافذة الفرعية. وطبعا قبل أن نستخدم الأداة علينا أن نختارها من مربع الأدوات، وأحد هذه الطرق هي كما رأيت. وهناك طريقة أخرى لاستخدام الأدوات باستخدام اختصاراتها، وليس عليك حفظها كلها، وبدل ذلك عندما تحرك الماوس فوق إحدى الأدوات وتنتظر لحظة سيظهر لديك تلميح باسم الأداة واختصارها. لذا تعلمت أن الاختصار للوصول إلى أداة التحريك للتحريك في محتوى الصورة هو الضغط على مفتاح V، وباستخدام هذه الاختصارات ستصبح أكثر كفاءة وإنتاجية في العمل في الفوتوشوب. وعندما تختار أداة من مربع الأدوات، انتبه إلى شريط خيارات الأداة فوق نافذة المستند، وسترى أن الخيارات تتغير لتصبح مخصصة للأداة التي اخترتها. لذا نحن ننظر الآن إلى خيارات أداة التحريك، وبالانتقال إلى أسفل مربع الأدوات وبالضغط على التي الكبيرة وهي أيقونة النص الأفقي، تتغير الخيارات في شريط الخيارات من جديد. فمثلا مع أداة النص تسمح لك هذه الخيارات بتغيير الخط ونوعه وستايل الخاص به وحجمه وغير ذلك من الخيارات الأخرى. إذا كان عليك تذكر شيء واحد من هذا الدرس، خذ مني نصيحة. أهم شيء يجب أن تعرفه عن الأدوات هي كيفية إرجاع الخيارات إلى الافتراضي. أقول هذا لأن بعض الخيارات مزعجة قليلا. فمثلا إذا اخترت أداة الكروب من مربع الأدوات ثم انتقلت إلى شريط الخيارات وحددت عرض وارتفاع، ولنقل أن القياسات هي 4 إنش، ثم قمت بإنشاء مربع تقييس في الصورة وضغطت على Return لتقييس صورتي، فالإعدادات التي توجد في شريط الخيارات ستبقى، وفي المرة التالية التي سأستخدم فيها هذه الأداة سألزم بهذه الخيارات إلا إذا تذكرت استعادة افتراضي الأداة. وهكذا تقوم بذلك داخل الفوتوشوب، وبغض النظر عن الأيقونة المختارة ستظهر أيقونتها هنا على اليسار في شريط خيارات الأداة. قم بالضغط على بالزر اليميني على الأيقونة لتحصل على هذه النافذة التي تسمح لك باستعادة افتراض الأداة الحالية أو كل الأدوات في الفوتوشوب. فإذا كان شخص آخر يستعمل نسختك من البرنامج، فأنا أقترح عليك الاستعادة لكل الأدوات كلما بدأت العمل من جديد. ومن الجيد القيام بذلك بين المشاريع المختلفة لكي لا تلزم بإعدادات معينة لا تتوقعها. عندما تختار استعادة افتراض جميع الأدوات، سيتم سؤالك إن كنت فعلا تود ذلك. اختر أوكي ولاحظ أن الخيارات السابقة للأداة قد اختفت الآن. لن أمر على الأدوات بشكل منفرد وأطلب منك تذكر عملها، لأن أفضل طريقة لتعلم ذلك هي الاحتكاك بالبرنامج، وهو ما سنقوم به في هذه السلسلة، وستصبح ملما بأدوات الفوتوشوب CS4 الجديد. الكثير من أدوات الفوتوشوب وميزاته متوضعة في لوحاته الكثيرة، وأظن أن أفضل مقاربة لها هي أن تفكر بما تحتاجه في هذه اللحظة المهمة الحالية وتغلق الباقي. لكي لا يختلط عليك الأمر، الآن نحن ننظر إلى الوضع الافتراضي للوحات. على اليمين حيث ستجد اللوحات مرتبة في مجموعات، فمثلا في المجموعة الأولى هنا لدينا 3 لوحات ويمكننا التنقل بينها بالضغط على شريط كل منها. في المجموعة لنقل أننا لا نريد أي من اللوحات الموجودة حاليا، للمهمة التي نقوم بها يمكننا إغلاق كل المجموعة بالضغط على الأيقونة في الجانب اليمين من المجموعة. هذه أيقونة اللوحة ومن المهم معرفتها، ويصعب على الكثير إيجادها وكل مجموعة لوحات تحوي واحدة. إذا ضغطت عليها ستجد كل أنواع الأوامر والعناصر المرتبطة
باللوحة المختارة، وفي الأسفل ستجد أمر لإغلاق كامل المجموعة أو لإغلاق اللوحة المختارة فقط، وأنا سأغلق كامل المجموعة. وهكذا تغلق لوحة أو مجموعة لوحات، ولكن كيفية فتح لوحة مخفية؟ توجه إلى قائمة ويندو وستجد اللوحة التي تريد. فأنا مثلا غالبا ما أعمل مع لوحة تاريخ History، والتي سنتعلم عنها في درس قادم، وهي مبدئيا تقوم بتسجيل كل الحركات المنفذة بنفس الترتيب، وتسمح لك بالعودة وإصلاح الأخطاء. وعندما أقوم بفتح اللوحة فهي تظهر في عمود ثاني هنا وهي جاهزة للاستخدام. وإذا أردت جعل اللوحة منسدلة مع عمودها، اضغط على هذا السهم المزدوج، وهذا أمر جيد للقيام به لأنه يمنحك مساحة أكبر للعمل بدون عناصر زائدة على الشاشة. فإذا كان لدي عمود لوائح كما هنا، سأضغط على السهم المزدوج على كليهما لإخفائهما. وعندما تغلق اللوحات إلى أيقوناتها، يمكنك إما رؤية الأيقونة، وإذا قمت بالضغط والسحب يمكنك رؤية الأسماء التي قد تصبح مفيدة. وهناك شيء آخر تقوم به، وهو جمعهم سوية لتحصل على الأكثر أهمية سوية دائما، وتستطيع تحريكهم في المكان الذي تريد. فمثلا سأفتح لوحة طبقات بالضغط على أيقونتها، وسأسحبها من مجموعتها ومن رصيف الأعمدة بالضغط على شريطها وسحبها هكذا. ثم سأغلق بقية لوحات بالضغط على السهم المزدوج، وسأجلب اللوحات الأخرى والأهم بالنسبة إلي، وهي لوحة الهستوري، وسأضغط عليها وأسحبها خارج مجموعتها، ثم أغلق مجموعتها، ثم سأقوم بجمع اللوحتين سوية بسحب لوحة الهستوري من شريطها ووضعها أسفل لوحة الطبقات، فتندمجان سوية. فإذا قمت بالضغط على الشريط العلوي يمكنني سحبهما والتحريك لأي مكان على الشاشة، كما يمكنني تحويلهما إلى أيقونة. وبالضغط على السهم المزدوج كما كنت أفعل مع اللوحات والأعمدة. ميزة جديدة في فوتوشوب CS4 هي القدرة على أخذ كامل العمود وسحبه إلى شاشة عرض أخرى لتخصيص شاشة لمستندك، ولتضع اللوحات على شاشة عرض أخرى، فأحيانا ترغب بإبعاد كل اللوحات مؤقتا. للقيام بذلك اضغط على Shift زائد Tab، وستختفي كل لوحات، ولإعادتهم مجددا يمكنك التغيير باستخدام نفس الاختصار Shift زائد Tab. فهذه هي بعض الطرق للتعامل مع اللوحات الكثيرة المتوفرة في فوتوشوب، والأهم أن تعرف ما تحتاجه من لوحات، وفي أي وقت أغلق كل ما لا تحتاجه، ورتب اللوحات بالطريقة التي تناسبك أفضل، آخذا بالاعتبار ترك كل ما لا تريد من اللوحات وتنظيم اللوحات التي تحتاجها لإكمال أعمالك المختلفة. عندما تتعامل أكثر مع البرنامج ستستعمل اختصارات لوحة المفاتيح للعمل بسرعة وفعالية، وفي الفوتوشوب يمكنك تخصيص اختصارات خاصة بك. ولنقل أنك مثلا غالبا ما تنسخ الصور، فإذا توجهت إلى قائمة Image في أعلى الشاشة سترى أن بعض الأوامر لها اختصارات مكتوبة إلى جانبها، ولكن أمر النسخ ليس لديه اختصار. لذا يمكنك إنشاء اختصار خاص بك والقيام بذلك. توجه إلى القائمة Edit واختر Keyboard Shortcuts، وفي مربع الحوار الخاص به ستجد كل الاختصارات لكل الأوامر. سأبدأ بالتوجه إلى حقل Set، وبالضغط على هذه الأيقونة بجانب الحقل لإنشاء مجموعة جديدة من الاختصارات الخاصة بي لكي لا أخرب افتراضي الفوتوشوب، وسأضغط على حفظ وسأنتقل إلى قائمة Image، وتأكد أن السهم موجه للأسفل، ثم سأضغط وأسحب لأرى كل الأوامر ضمن هذه القائمة حتى أصل إلى أمر النسخ Duplicate، وأرى أنه لا يوجد اختصار خاص بهذا الأمر. لذا سأضغط في صف الأمر، وفي هذا الحقل الفارغ سأختار اختصارا، ربما أختار حرف D وربما أختار Control D، ولكنني لن أستطيع القيام بذلك لأن الفوتوشوب يخبرني أنه حاليا مستخدم، وإذا أردت استخدامه هنا من المكان الحالي الذي يستخدمه، وهو أمر مهم للتحديد وإلغاء التحديد. لذا لن أستخدم هذا الاختصار، وسأتراجع عن تغييرات من الزر بالأسفل، وسأجرب أمرا آخرا Shift Control C، وها قد تم إخباري أن هذا الاختصار مستخدم أيضا لهذا الأمر Edit Copy Merged، وهذا ليس أمرا،
استخدمه بكل بكل حال، لذا فأنا لا مانع من إزالته واستخدامه لأمر النسخ، لذا سأضغط accept وسأرى أن الاختصار قد عين لأمر النسخ، لذا سأضغط OK. وبالعودة إلى الفوتوشوب وإلى قائمة image سأرى أن الاختصار جديد قد عين لأمر النسخ. والآن لنقوم بتجريب هذا الاختصار، وسأضغط على Shift Control زائد C، وفعلا الفوتوشوب يبدأ بنسخ صورتي، وسأضغط OK. والآن لدي الصورة الأصلية والنسخة الجديدة أيضا. وبكل الأحوال سيظهر الاختصار الذي اخترته في القائمة الخاصة بالأمر. فكر الآن بالأوامر التي تستعملها غالبا، وإذا لم يكن لها اختصارات عندها عندئذ أنشئ اختصارات خاصة بك من مربع الحوار الخاص بالاختصارات، باختلاف المهام التي تستخدم فيها الفوتوشوب كإنشاء صور الويب أو معاينة الصور الخاصة بك لطباعتها. ستجد أنك بحاجة إلى أشكال مختلفة من اللوحات والقوائم والاختصارات. أدوبي تساعدك في ذلك بطريقتين: أولا تقدم مساحات عمل مضبوطة مسبقا للمهام الشائعة، وثانيا تسمح لك بإنشاء مساحة عمل خاصة بك كما تريد أنت، وحفظ مساحة العمل هذه لتتمكن من العودة لها في أي وقت. لنطلع على بعض المساحات المعدة مسبقا من الجانب اليميني من شريط البرنامج. الآن نحن ننظر إلى مساحة العمل Essential، ولكن إن ضغطت على السهم بيمين الاسم سترى أنه يوجد مساحة عمل بيسك وأخرى تحدد ما الجديد في نسخة CS4، وبعدها سترى مساحات العمل الخاصة بالمهام، والأكثر أهمية هي Color and Tone وهي لضبط اللون وتناغم الصور، والمساحة الأخرى وهي مهمة لمعاينة الصور الخاصة بالطباعة، وهناك مساحة مخصصة للويب وهكذا. لنختار الآن Color and Tone، وسترى اللوحات المهمة عند القيام بهذا بهذه المهمة المحددة. أنا غالبا أستعمل معظم هذه اللوحات وليس كلها، لذا سأبسطها وأقوم بحفظها كمساحة عمل خاصة بي. ومن بين كل اللوحات هذه اللوائح سأزيل لوحة هيستوغرام التي أستخدمها باستمرار، ولوحة Adjustment لإنشاء قناع طبقة قابل للتعديل التي سأضعها أسفل الهيستوغرام، وسأسحب لوحة الطبقات وسأضعها أسفل العمود هنا، ثم سأتجه إلى العمود المتبقي وسأضغط على قائمة اللوحة في اللوحة الأعلى، وسأختار Close Tab Group وسأكرر ذلك لكل مجموعة على حدة لإغلاقهم جميعا، ثم سأحرك مجموعتي الخاصة من اللوائح إلى المكان الذي أريد على اليمين. هذا هو الوضع الذي أرغب بحفظه، إلى جانب الاختصارات الخاصة بي التي قمت باختيارها. لذا سأعود إلى قائمة مساحة العمل المضبوطة على Color and Tone، وسأختار Save Workspace وسأقوم بتسميتها Jan's Photo. وانتبه أنني أريد حفظ ليس فقط مواقع اللوحات ولكن الاختصارات أيضا، كما يمكنني حفظ أي تغييرات تخص القوائم لكنني لم أقم بأي من ذلك. سأضغط Save، والآن يمكنني رؤية مساحة العمل الخاصة بي. لنقل أنني أعمل وقمت ببعض التغييرات، وعدت مثلا إلى Essentials وقمت بسحب بعض اللوحات للخارج وأخفيت بعض اللوحات، ولكن هذا كله لا يهم لأنني يمكنني العودة إلى مساحة العمل الخاصة بي بالضغط على قائمة مساحة العمل واختيار Jan's Photo. سأختار Yes، والآن لدي مساحة العمل الخاصة بي في متناول اليد. ويمكنك القيام بنفس الأمر فيما يخص مساحة العمل الخاصة بك. توفر نسخة CS4 ثلاث أنماط للعرض لإظهار الصور، يمكنك الوصول إليها من شريط البرنامج في أعلى الشاشة باختيار قائمة Screen Menu. يمكنك رؤية أننا في الوضع Standard Screen Mode الذي تعرفه، ولكنك قد تود تجريب الوضعين الآخرين لعرض الصور بدون عناصر الواجهة التي تحيط بهم. سأختار Full Screen Mode with Menu Bar. لاحظ أن لدي ثلاث صور مفتوحة حاليا، وهذا واضح من خلال الشاشة. فإذا اخترت هذا النمط من العرض سأحصل على هذا العرض لأحد الصور، ومن هنا يمكنني الضغط على زر تاب، وهذا سيخفي كل اللوحات ومربع الأدوات ويظهر إحدى الصور. ولاحظ أن لدي القوائم باقية في الأعلى. إذا أردت الملاحة قليلا أو استخدام الأوامر على هذه الصورة، إذا أردت استعادة اللوحات في هذا الوضع سأنتقل إلى اليمين وستظهر اللوحات مؤقتا إذا أردت استخدام أحد الأوامر منها،
وبالانتقال إلى اليسار سأظهر مربع الأدوات من جديد. الآن أريد اختيار ثالث أوضاع العرض وهو Full Screen Mode، ولكن ليس لدي أمر لذلك. لا يهم، هنالك اختصار وهو الضغط على الحرف F من لوحة المفاتيح، والذي سينقلني إلى وضع العرض التقديمي حيث أرى الصور فقط دون أي إضافات حولها. سأنتقل بالمؤشر بعيدا للحصول على التأثير الكامل والتنقل بين الصور الأخرى المفتوحة حاليا. سأضغط اختصار آخر بالضغط على زر Control والضغط على زر Tab بنفس الوقت، وهذا يعطيني هذا العرض المؤقت للصور الذي أستطيع استخدامه لعرض الصور للأصدقاء والعائلة والزبائن. إذا أردت العودة إلى الوضع الأصلي علي الضغط على زر F وعلى زر Tab إظهار عناصر الواجهة من جديد للقيام بمزيد من العمل ضمن الفوتوشوب.